مشاهدي قناة حنبال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راح. حلقة اليوم باش تخرج من الاستوديو وتخرج من هذا الديكور وتغادر الكونسيبت العادي والمعتاد اللي تعودتوا به في برنامج الصراحة راحة، باش نخرجوا نصوروا خارج هذا الاستوديو. الحلقة إذن باش تكون حلقة خاصة، حلقة متميزة وحلقة مثيرة. الصراحة راحة في انفراد صحفي وفي زيارة مثيرة إلى القصر الأعجوبة، قصر سيدي الظريف. الناس كل تعرف قصر سيدي الظريف اللي كان يسكن فيه الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إذن القصر هذا ما زارته حتى قناة قبلنا وما عديته حتى قناة حنبعل، هي أول قناة تزور هذا القصر وتتجول فيه وتخرج أسراره وكواليسه والأحداث اللي وقعت فيه إلى العلن وإلى الناس. قصر سيدي الظريف فيه أسرار وكواليس ومشاهد مذهلة جدا ومدهشة تختصر الكثير والمثير من شخصية الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كاميرا الصراحة راحة انفردت بزيارة القصر وتجولت فيه. هذا القصر الذي سكر فيه الرئيس بن علي بخمر السلطة حتى نسي أن النهاية ممكنة وأن الخلود مستحيل. هنا ذاكرة الاستبداد ودروس لكل حاكم مهما استقوى ومهما تجبر ومهما تغى، دروس تذكره بأنه لو دامت لك لما آلت لغيرك، وأن التاريخ لا يرحم ولا يسامح مهما تأخر في ذلك. إذن هذا القصر عنده تاريخ قبل ما نشوفوه وقبل ما نشوفه شنو فيه وقبل ما نكتشفوا أسراره ونوريوها للناس كل، نحبوا نسلطوا الضوء نوعا ما على تاريخ هذا القصر. القصر هذا باختصار كان الأرض اللي فيه واللي تبنى عليها كانت ملك ديوان المساكن العسكرية في وقت من الأوقات وفي عام من الأعوام، ثم تم بيعه لابن علي وقت اللي هو رئيس بعد سنوات من توليه الرئاسة بالمليم الرمزي، يعني أرض في مكان غالي جدا، في مكان استراتيجي يطل على البحر في سيدي بوسعيد في ربوة سيدي الظريف، يتباع 11 دينار المتر مربع الواحد، يعني كل الأرض وهي أربعة حوالي من عرش قديش من هكتار ب100 مليون. 100 مليون فقط دفعها الرئيس بن علي، الرئيس السابق بن علي، ليبني هذا القصر الأعجوبة. وقد تمت تهيئة الأرض اللي تبنى عليها القصر وهي أرض وعرة وصعبة وجاية في جبل ويلزم تهيئتها، تمت تهيئتها من طرف وزارة الدفاع من ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 4 مليارات. يعني تهيئة الأرض تكلفت ب4 مليارات لبناء هذا القصر الذي اختصر طغيان واستبداد وغطرسة بن علي. منطقة وعرة يعني خليت القصر ذي مهدد بالانزلاق الأرضي، وديجا الخبراء والفنيين الكل أكدوا هذا. لذلك كان فما مراقبة مستمرة كل عام، يعني كل عام يتم مراقبة الأرض هذه لتجنب الانزلاق الأرضي ولحماية القصر من الانزلاق الأرضي. وديجا توا تحت القصر الأرض المبني عليها فما دعائم حديدية لإسناده. المراقبة هذه ما تمتش منذ عامين مما يجعل القصر، يعني منذ اندلاع الثورة، يعني مما يجعل القصر هذه مهدد بالانزلاق الأرضي لا قدر الله. إذن مانيش باش نطول عليكم، باش نمشيو مباشرة إلى قصر سيدي الظريف باش تكتشفوا حلقة يعني مثيرة جدا. اقعدوا معنا لآخر دقيقة باش تشوفوا حاجات وحقائق وأسرار مثيرة وكثيرة، وباش يتبدد برشا غموض حول القصر هذا، وأيضا باش تطلعوا على برشا أحداث صارت في القصر هذا. نمشي مع بعضنا إلى قصر سيدي الظريف، أهلا وسهلا. مشاهدي قناة حنبعل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتاريخية والهامة والمهمة والخاصة من برنامج الصراحة راح. حلقة خاصة ومتميزة ومثيرة لأن خرجنا من استوديو، غادرنا الاستوديو وجينا لهنا تحديدا، نحن في سيدي بوسعيد أو في سيدي الظريف بالضبط، وفي منزل في قصر الرئيس السابق زين العابدين بن علي المعروف قصر سيدي الظريف، معروف باسم قصر سيدي الظريف. المنزل هذا هو المنزل الخاص اللي يسكن فيه ويقيم فيه ويعمل فيه الرئيس السابق، وكان يقضي فيه أغلب وقته وكان يستمتع بوجوده لهنا، وهو من أعز وأثمن وأغلى الأماكن عنده، وربما من أكثر الأماكن اللي يعدي فيها الوقت نتاعه أكثر حتى من قصر كارتاج اللي يعدي فيه تقريبا ساعتين أو 3 سوايع خاصة في الفترة الأخيرة. اليوم باش نكتشفوا قصر سيدي بوسعيد وما أدراك ما قصر سيدي بوسعيد.
بعيد، قصر غامض برشا، قعد غامض ومسكر في وجه التوانسة، ما يعرفوش فيه من داخل. اليوم باش نكتشفوه ركن ركن، زاوية زاوية، باش نشوفوا حاجات عجيبة جدا وغريبة جدا اكتشفناها وإحنا نحضروا في الحلقة هذه. باش يكتشفوا التوانسة برشا حاجات كانت غايبة عليهم ما يعرفوهاش، باش يبددوا الغموض هذايا، باش يعرفوا من حق التوانسة أنهم يعرفوا. والحلقة هذه الهدف منها أنه التوانسة يعرفوا الحقيقة ويعرفوا جزء من تاريخهم، وأيضا يستخلصوا برشا دروس وبرشا عبر، وأيضا زاد علاش لا السياسيين الحاليين يشوفوا الحلقة هذية، لأنه فيها برشا دروس وبرشا عبر الكل سياسي ربما يسكر بخمر السلطة أو ينسى روحه وهو على الكرسي. إذن نحن في سيدي الظريف، هذه الهضبة نتاع سيدي الظريف، هضبة معروفة، أحسن في في تونس. كان ثم ولي صالح لهنا اسمه سيدي بن نور. الولي صالح هذايا كان ضحية القصر هذايا، بناء القصر هذا، وقع اقتلاعه من مكانه لبناء هذا القصر على هذه الهضبة. مش نعرفوا شوية تاريخ هذا القصر، ثم مش ندخلوا له ونكتشفوه مع بعضنا. تنتظركم حلقة شيقة ومثيرة، فيها مشاهد متميزة، فيها سكوبات كبيرة برشا ننفردوا ببثها اليوم في قناة حنبعل، أول قناة تدخل مرة أخرى القصر الرئاسي، قصر الإقامة بسيدي بوسعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن مرحبا بكم في قصر سيدي الظريف، قصر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. احنا توا في المدخل الرئيسي للقصر، من هنا يدخل الرئيس وقت اللي يروح لداره من القصر، وهذايا هو الباب الرئيسي نتاع القصر. القصر يتكون من ثلاثة توابق باش ندخلوا له توا، وباش نكتشفوا كل ما فيه، محتوى مدهش ومحتوى مذهل. فما حوالي كما قلت لكم 200 ألف قطعة، باش نشوفوا البعض منها، ما نجموش نصوروا كل شيء، ولكن باش تكتشفوا برشا حاجات مدهشة ومذهلة. بالنسبة لنا هذه حلقة الذهول وحلقة الدهشة وربما حلقة الصدمة زادة. مرحبا بكم، تفضلوا معنا. إذن هذا هو قصر سيدي بوسعيد، سيدي الظريف. هذه الهول المدخل نتاع القصر، المدخل الصغير. طبعا باش تشوفوا برشا حاجات، ولكن أول ما ندخلوا ساعة، أول ما ندخل يا ربي العمل عليك، فما قضية هي التحفة هذه. كما تلاحظوا تحفة فخمة جدا، وكل شيء باش تشوفوه قيم وعنده ثمن غالي. التحفة هذه تحفة من العاج، تعرفوا في القانون التونسي العاج ممنوع في القانون، دونك مازلنا كدخلنا لقينا قضية موجودة في الباب ديجا، باش تشوفوا برشا قضايا. طبعا هذه تحفة ظهر فيها هدية، والرئيس السابق مغروم برشا بالتحف، تحف الغالية والثمينة، ثم تحف بألاف الأوروات مش نشوفوها مع بعضنا، إلى جانب الأثاث والأبهة والبهرج والفخامة وكل المظاهر هذية. نزيد وندخلوا للقصر. أهلا وسهلا. إذن احنا توا في الهول نتاع القصر، الهول الرئيسية، كما تشوفوا مزدحمة بالأجهزة بالحاجات هذية، ألعاب أبارامون، الألعاب نتاع ولده محمد زين العابدين. الهول هذه مخصصه للالعاب، بريسك يلعب فيها ولده، هذه ليكرون تابع ولده في يشوف فيها الافلام، وهذه العاب، هذه جلد نتاع نمر حقيقي، فماش حاجات ثمينه برشا باستثناء التحف اللي موجوده في الفيترينات لي تابلو. قاعدين نشوفوا في بعض التحف وبعض القطاع الاثريه الثمينه، كما هذه القطعه، هذه قطعه ثمينه حسب معلوماتي جايه من تابع تراث البيات، تابع قصور البيات، طبعا جايه بطريقه غير قانونيه التحفه هذه. ايضا كما تشوفوا تحف اغلبها هدايا، وفما اللي مشري، طبعا فما عنايه كبيره بالقصر. وطبعا حسب ما نشوفوا وحسب ما باش نشوفوا، المؤتمن العدلي والفريق نتاعو قايمين بدور كبير برشا باش يحافظوا على كل تحفه ويرقموها ويحطوا عليها القيمة الأصلية حسب لجنة خبراء مكلفة بالموضوع. إذن هذا الهول الرئيسي، شوفوا النقش في السقف، الفخامة والهدايا القيمة والثمينة والقطاع الفنية كما في الفترينات اللي كان الرئيس السابق مغروم بها ويجمع فيها من جميع أنحاء العالم، وتجيه زادة كهدايا، بعضها يجي كهدايا من رؤساء دول ومن ملوك ومن أمراء. نزيدوا ندخلوا للصالون، لغران صالون، الصالون الكبير، الصالون الرئيسي في القصر اللي باش تشوفوا فيه العجائب. تفضلوا معنا.
إذن نحن توا في لو غران سالون. لو غران سالون هو أهم قاعة، أهم سالون في القصر كله، وأكبر سالون، السالون الكبير اللي فيه برشة تحف وأكبر عدد ممكن من التحف والقطاع الأثرية الثمينة. مثلا نبدأ من هنا من الخزف الفاخر هذايا، معناها كما تشوفوا مجموعة من الهدايا أذومة حسب ما نعرف، الهدايا نتاع سهاء عرفات للعائلة نتاع الرئيس السابق، وهذوما قطع ثمينة جدا وغالية. باش نعطيكم فكرة على القيمة نتاع القطع هذوما، فما قطعة كما هذية صغيرة ب 40,000 يورو، ثمن نتاعها 40,000 يورو، يعني 80 مليون تقريبا بفلوس تونس. كما تشوفوا باش تعرفوا جوست قيمة التحف اللي موجودة لهنا واللي مليان بها القصر هذايا. كما تشوفوا حاجات غالية برشا. نمشيوا على اليسار. على اليسار تشوفوا في التحف طبعا رئيس السابق مغروم برشا بجمع التحف من الصين، من جميع بلدان العالم، ولكن خاصة القطاع هذية اللي تشوفوها اللي هي ذهبية، فيها ذهب، وذهب يعني ذهب، مش هذية هدايا من ملوك الخليج، من ملوك الخليج وأمراء الخليج، حاجات غالية برشا. وكما تشوفوا مظاهر الفخامة والأبهة الموجودة في القطاع الأثرية. قطاع الأثرية الكاميرا وحدها تحكي لكم، فما قطاع فريمون أثرية من قصور البيات، من قصر البارون ديرلونجي، كما الساعة هذية، ساعة غالية برشا ومن عهد البيات زاد هذية، أو من العهد العثماني تقريبا، وهي قطعة أثرية ثمينة وغالية برشا لا تقدر بثمن. هوني نشوفوا أو كوليكسيون نتاع سبح، سبح من جميع أنحاء العالم، اللي يشوف يقول معناها يسبحوا ليل ونهار، هي للزينة طبعا في الصالون هذايا. وباش نوريكم قطعة أو حاجة غالية برشا برشا وعندها قيمة كبيرة، اللي هي البيانو. البيانو هذايا كما تشوفوا لجنة المصادرة ولجنة التصرف اللي بالمناسبة قائمة بدور كبير برشا للحفاظ على التحف وترقيمها وجمعها والحفاظ عليها في مكانها. البيانو هذايا يعني بيانو نادر من القطع النادرة، تقريبا القيمة نتاعو حسب الخبراء اللي جاوا لهنا وقدروا الثمن التقريبي للتحف، القيمة نتاعو 200,000 أورو، يعني هذا تقدير الخبير، يعني نجم يكون أغلى من 200,000 أورو، يعني حوالي 400 مليون ثمن البيانو هذايا اللي موجود في بيت الصالة. شوفوا بقية التحف الغالية والثمينة. الكاميرا نخلي الكاميرا تحكي لكم. الزرابي زاد، يعني شيء كبير بالتونسي، شيء كبير.
إذن نوصلوا توا الأكثر بلاصة يعدي فيها الرئيس السابق وقته ويقعد فيها، لهنا قاعدته المفضلة، يقعد برشا وقت لهنا كي يبدا موجود في قصر سيدي ظريف، ولهنا القاعدة هذه أو البالكون هذا يتميز بمشهد طبيعي يطل على البحر وعلى الغابة، يعني من أجمل المشاهد الطبيعية في تونس، يطل على كل شيء. زاد كما نشوفه في الصالون الصغير هذا، فما آلة، الآلة هذه يراقب منها في الكاميرا، يسير بها ويدور بها في الكاميرا، الكاميرا مزروعين في كل بلاصة لهنا في القصر، وتحت تصرف الرئيس السابق يشوف شنو قاعد يصير في القصر. ومن الغرائب والعجائب أنه فما في الكوجينة وحدها فما 5 كاميرا، ما نعرفش علاش، لأنه يحب يشوف شنو يصير بالضبط في الكوجينة، ثم سر وراء الحكاية ذي. طبعا في كل بلاصة لهنا في القصر فما ديزيكرون، ديزيكرون كبار بلازما من جميع الأحجام، لهنا برك فما 3، عن طريق ليزيكرون هذوما هو يشوف الكاميرا شنو يتبعوا له، يعني يشوف شقيقة ورقيقة في القصر نتاعو. لفيترين ديما، لفيترين في القصر هذايا هي أغلى ما فما، لأنها تحتوي على تحف ثمينة جدا. فما دي فيترين شفناهم من بكري، معناها التحفة ب 40 ميل أورو، فما منها 20 ولا 10 تحف ولا 15، يعني كل فيترينة فيها على الأقل أكثر من مليار فلوس قيمة التحف اللي موجودة فيها، وهي تحف غالية وثمينة. لو كان نعملوا طلع الكتب، يعني كما تشوفوا الحاجيات والكتب والأوراق كما هي، مخلينها لجنة التصرف والسيد المؤتمن العدلي مخليها كما هي، كل حاجة في بلاستها. مثلا الكتاب نتاع كارلا بروني، زوجة الرئيس السابق الفرنسي ساركوزي اللي هو صديقه الحميم، السيرة الذاتية نتاع أو الحياة الخفية بليتو نتاع كارلا، فيها أسرار وحاجات خفية جدا على كارلا بروني، وحتى فضائح يقرأ فيهم، يقرأ على زوجة صديقه ساركوزي، أسرار زوجة صديقه. وهذايا القرآن الكريم طبعا، موجودين برشا كتب قرآن، كتاب على الصيام في المذهب المالكي، هذوما أوراق بخط يده، يعني لو كان تجسوا عليهم شوية ما همش ظاهرين. تباركت وتعاليت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كاتب دعوات بخط يده، وكاتب دينوت بورقيبة، يحكي على بورقيبة في ورقة من عرشني. فلا نخلي الكاميرا تحكي لكم على الحاجيات اللي موجودة لهنا والأثاث، وخاصة تركيز على المشهد الطبيعي الجميل جدا جدا جدا، وذلك علاش الرئيس السابق يحب برشا يقعد لهنا ويعدي أغلب وقته لهنا. هذا هو المكان المفضل نتاع الرئيس السابق، يقعد فيه ويعدي فيه أغلب وقته. فما برشا كتب، زاد باش نوريكم كتاب آخر، السيدة ليلى بن علي، أصالة المرأة التونسية وحداثاتها، طبعا هذه من سلسلة الكتب البنفسجية اللي كانت تتألف على العائلة الحاكمة، تأليف سي أحمد السالمي، أبارامو عجبهم برشا لدرجة أنه الرئيس السابق قاعد يقرأ فيه في مكانه المفضل. كما تشوفوا الفيو اللي موجودة من هنا، المشهد مشهد رهيب. على فكرة المكان هذا وقع تهيئته تقريبا، تكلف تهيئته باش الجبل معناها يتبنى فيه القصر ويتهيئ، والأرض معناها تقع فيها برشا أشغال، أشغال رهيبة، قعدوا سنوات، عدة سنوات يخدموا فيها، تكلفت أشغال تهيئة 4 مليارات أبار البني والواحد، وتكلفت بها وزارة الدفاع ومن ميزانية وزارة الدفاع. طبعا كما تشوفوا فما كبان غادي يصيف فيها، تصيف فيها العائلة، تمشي تقعد فيها، وكياس خاص يشق الجبل ويطلع من اللوتة، يجي من سيدي بوسعيد، خاص بالعائلة فقط، ومهبط طائرات هليكوبتر. نمشيو شوية في البالكون هذية، في الفيروندا هذية، فما بيت فطور مهمة برشا. إذن هذه بيت فطور مهمة برشا، لأنه الرئيس السابق ياخذ البتي ديجيني نتاعو لهنا، فطور الصباح ياخذه لهنا ويشرب قهوته نتاع الصباح لهنا، وأحيانا يفطر لهنا. وهوني الصباح أول من أول الحاجات اللي يعملهم يتصل بالوزراء نتاعو إذا عنده اتصالات، وياخذ قرارات مهمة لهنا في مكانه المفضل هذايا،
وامام الفيو الجميله جدا هذيا. دونك البتي ديجيني نتاعو مهم برشا صباح، لانه ياخذ فيه برشا قرارات صباحيه ويتصل برشا مسؤولين برشا وزراء اذا عنده اتصالات. كالعاده ليكرون قدامه، ديما ليكرون ما تغيبش على حتى بلاصه في القصر، تقريبا فما عشرات الشاشات البلازما من جميع الاحجام ومن جميع الاصناف والانواع، ومن اغلى الانواع زادة ومن افخمها. ولا نخلي الكاميرا تحكي لكم الباقي. الشقيقه والرقيقه وشنو قاعد يصير في القصر نتاعو، القصر الشاسع هذا. كالعاده الفيترينات هذه ظاهره موجوده في القصر بصفه عامه، فيها كالعاده اشياء ثمينه وقطع ثمينه جدا. وايضا اللي وليتوا تشوفوا فيه ديما في المشاهد نتاع القصر هو القطاع الاثاث اللي جايه من القصور نتاع البيات، القصور القديمه ومن القصور التراثيه في تونس، وهي قطاع ثمينه ملك التراث الوطني، ما عندوش الحق باش يجيبها للقصر الخاص والشخصي نتاعو حتى لو كان رئيس دوله، هذا شي يقول القانون، ولكن ما كانش فما قانون في البلاد طبعا. هذه قضيه اخرى، فما برشا قضايا في القصر، قضايا كبيره طبعا. الحاجات هذوما الكل باش تشوفوهم في المزاد العلني وباش يتباعوا. وباش نمشي توا لبيت الفطور الكبيره، بيت فطور كبيره طبعا تتسع لبرشا افراد، والرئيس السابق كان يقيم فيها الولائم للضيوف نتاعو. لو كان نزيدوا نعطيكم معلومات، ما كانوش برشا ناس يجيوا للقصر الشخصي الخاص نتاع الرئيس السابق، كانوا بعض القليل من افراد عائلته كما بالحسن طرابلسي اللي كان ديما موجود ديما يجي لهنا، وايضا صخر الماطري، هذو مزوز كانوا دائمي التواجد لهنا الى جانب اخوات ليلى البنات، بينما اخوتها الذكور ما يجيوش لهنا بالكل. الرئيس السابق ما كانش يحبهم بالكل، وخاصه عماد الطرابلسي كان يكرهه بالكل، وهذه معلومات خذيناها من الكواليس ومن الناس اللي تعرف القصر هذايا من داخل واللي عاشت فيه واللي خدمت فيه. طبعا الرئيس السابق كان يحب من خوات ليلى بالحسن طرابلسي، كان يشوفه ديما في القصر ويحكي معاه وياخذ رايه ويجيه لهنا باستمرار القصر سيدي الظريف، بينما ما كانش يحب لا منصف ولا مراد ولا عادل ولا الجماعة الاخرين اللي هما كانوا مكروهين وما يجيوش للقصر، والبعض فيهم ما يعرفوش القصر الا في مناسبات قليله وقت يبدا هو ماهوش موجود. فوالا ندخلوا للبيت الفطور الكبيره. إذن هذه هي بيت الفطور الكبيرة في القصر، أكبر بيت فطور في القصر، كانت تقام فيها الولائم الكبيرة، ولكن ما كانتش مستعملة برشا نظرا لقلة الناس اللي يجيوا لهنا من خارج القصر من خارج العائلة. وقعت استضافة فيها مثلا مرة مجموعة من الأميرات وزوجات الرؤساء اللي شاركنا في قمة المرأة العربية، وقعت استضافتهم لهنا، يعني استدعيوا للعشاء لهنا. أبار سا ماهيش مستعملة برشا. فوالا خلي الكاميرا تحكي لكم على التفاصيل، ما فماش حاجة استثنائية، ولأول مرة ما نشوفش إكران لهنا.
إذن نحن توا في جناح المكاتب. جناح المكاتب فيه زوز مكاتب، مكتب ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق، ومكتب الرئيس زين عابدين بن علي الرئيس السابق. المكاتب هذوما موجودين في قصر سيدي الظريف، مكاتب منزلية يستعملوا فيهم للعمل وربما الحاجات أخرى كما تشوفوا ستاتيو نتاع حنبعل. وندخلوا للمكتب نتاع ليلى بن علي. إذا هذا هو المكتب نتاع ليلى بن علي كما تشوفوا. شوية كتب، الإكران موجودة كالعادة، مكتب فخم صغير ولكنه فخم ورشيق كالعادة. القضايا تتبع ديما موجودة، هذه تحفة من العاج، هذيك عاج وشوية كتب. الكتب أبارامون للزينة، خاطر ما نتصورش كان ليلى بن علي تقرأ ابن رشد وإلا صحيح مسلم وإلا معجم أسماء العرب بالمجلد الثاني، يعني كتب تاع واحد فريمون مغروم برشا بالقراية ومثقف، إحياء علوم الدين، وخاصة ثم كتاب لهنا معبر جدا جاي وراها بالضبط، البداية والنهاية. البداية والنهاية كتاب في مجموعة مجلدات، وظاهرين الكتب للزينة. نتجسسوا شوية نلقاو شي حويجة هكا مشبوهة كالعادة. فما كتب بنفسجية تمدح في المدام، تمدح في ليلى بن علي، وكتب على 7 نوفمبر. وطبعا كما تشوفوا فما حاجات، فما تحف كالعادة، والتحف ذي في شكل هدايا وكادوات. تعرفوا المنافقين والمتملقين يبعثوا برشا كادوات مش كلها مشرية، حتى من تونس رجال أعمال باعثين هدايا وكادوات، وأيضا بعض الولايات في تونس اللي يتعين والي ساعات ما ينساش يبعث كادو ثمين، والكادوات هذه موجودة لهنا. وهذوما المنافقين والمتملقين موجودين حول كل سلطة وحول كل سلطان. هذا هو مكتب ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق. لهنا نشوف زادة فما هدايا pour une grande dame pour madame Leila Ben Ali. Une grande dame معناها هذايا merci madame pour cette كذا وكذا، طويله برشا. قصيده كاتب لها، قصيده او كاتبت لها قصيده، قصيده عظيمه جدا مدحيه، تحكي على ليلى بن علي اللي في الخيال مش ليلى بن علي الحقيقيه. هذايا فما موجود منهم برشا، وذوما الناس اللي غلطوه. لهنا نشوفوا في السيديات، من خلال السيديات نعرفوا شوية الذوق ونعرفوا الفنانين المفضلين. هدية خاصة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حفظه الله، ماهوش كلامي أنا، مكتوب في السيدي. هدية من الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هدي له سيدي خاص وقت اللي زاروا في مصر، هدية أم كلثوم، محمد عبد الوهاب النهر الخالد. ولهنا فما مطرب تونسي، طبعا مطرب تونسي اهدى سيدي خاص للرئيس لزوج البنت الرئيس حليمة. السيدي اسمه حليمة، معروف تعرفوه بالقديه وسمعتوه، موجود لهنا تسمع فيه ليلى باستمرار وقت اللي تحب، ظاهر محطوط في الليكتور دي سيدي. أغنية حليمة اللي تمدح وتمجد في بنت الرئيس السابق. وثم أم كلثوم الأطلال، وهي أكثر أغنية معبرة هي الأطلال، ونحن توا في أطلال سلطة وسلطان زين العابدين بن علي الرئيس السابق، نعيشوا في الأطلال. نمشي مع بعضنا للمكتب الموالي، وهو مكتب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. نمشي ديريكت للمكتب، هذه ستاتيو نتاع حنبعل متعدين عليها. إذن نحن في المكتب نتاع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما تشوفوا المكتب كالعادة، الإكران موجودة كالعادة كما في كل بلاصة. هذه تابلت دو ميكروسوفت معروفة برشا، يعني أورديناتور كما تشوفوا مركب على الطاولة سبيسيالمو، تابعين بعضهم، غالية برشا وقيمة برشا، هذه حاجة ثمينة تتسمى، حوالي 25 مليون الأورديناتور هذا. لو كان الكاميرات تقربوا شوية باش توريه للناس باش يعرفوا قيمته. تابلت هذه ماهيش عند الناس كل، سيرار باش تلقاها، ثم زوز منها، ثم تابلت أخرى لهنا، هي هذه زادة مغطية شوية، مغطيها المؤتمن العدلي باش يحافظ عليها. ثم دو تابلات، دونك القيمة نتاع الوحدة منهم 25، حوالي 25 ألف دينار، 50 مليون الزوز. به
نمشيو للبيبليوتيك هذه قدامكم، تظهر بيبليوتيك ويظهر لي شفتوها قبل، تو تتذكروا وين شفتوها بيبليوتيك، وباش نكتشفوها مع بعضنا شنية اللي وراها. فوالا هذايا كفر، كفر فور كبير تاع فلوس، هذايا اللي لقاو فيه المبلغ الكبير نتاع الفلوس حوالي 40 مليار. طبعا مانيش باش نحلوه، يتحل اوتوماتيك. كفر فور كيما تشوفوا، اللي لقاو فيه الفلوس موجود في المكتب، وكي تسكروا يولي كاينه بيبليوتيك، هذوما ماهمش كتب فارغين جوست للزينه. نعاود نسكروها ولا. وهذايا كفر اخر صغير فيه تفتوفه تاع مصروف ملوتة، زاد كفر اخر به ولا. نكملوا نشوفوا المكتب، نلقاوش حاجه معلومه او حاجه مفيده. كالعاده كتب، كتب موجودين في المكتبه، ثم شويه كتب حقيقيين وفما كتب للزينه فقط. كالعاده المكتب فيه الهدايا وبعض التحف في شكل كادوات، وتعرفوا الرؤساء او الملوك او الامراء ديما تجيهم هدايا نتاع المنافقين ونتاع المتملقين ونتاع. احنا لهنا اكتشفنا برشا هدايا شخصيه للرئيس السابق من ولات الوالي وقت اللي شد بلاست وما فيه باس، يتفكر عارفه الكبير يبعث له كادو باهي عرفانا واعترافا بالجميل. ايضا بعض رجال اعمال التوانسه باعثين كادوات في مناسبات معينه كما تور محمد زين عبدين او عيد ميلاد الرئيس السابق. ديما فما لي ستاتيو نتاع حنبعل كيما تلاحظوا، ديما حنبعل موجود في كل بلاصه، يبدو انه الرئيس السابق مغروم به برشا. وثم ملاحظه مهمه برشا، فما كتب دينيه، وين تمشي لهنا تلقى الكتب الدينيه وكتب القران خاصه في كل مكان، وهي حاجه غريبه لانه الفرق بين اللي موجود في الكتب اللي يقراوا فيها والفرق بين الفعل حاجه بعيده برشا. المشكلة أنه القرآن موجود بكثرة، ولكن التعاليم القرآن ماهيش موجودة في الأفعال وفي القرارات. اللي يشوف الكتب الدينية في القصر هذا يقول حكم صالح حكم رشيد، ومعناها حكم فيه برشا عدل وفيه برشا عدالة، ولكن العكس هو الموجود في الواقع. كملوا نشوفوا المكتب، فما خزنة أخرى، خزانة أخرى موجودة لهنا. فوالا موجودة فيها حاجات أخرى مش لازم نذكروها، يظهر لي شفتوها في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ولا هذه هو المكتب نتاع الرئيس السابق اللي أكيد راهو يتفرج توا في البقايا نتاعو في الآثار نتاعو. إذن احنا توا في الطابق الاول، طلعنا للطابق الاول من هذا القصر الفخم، قصر سيدي الظريف. الطابق الاول هذه الهول نتاع الطابق الاول او صالون، مجموعه من الصالونات الصغيره. اهم حاجه نلاحظها في الطابق هذا هي الاثاث، هذا الاثاث التراثي اللي بلاستو نورمالمون ماهيش لهنا، بلاستو في المتاحف باش يشوفوه الناس، لانه تراث وطني بريسكي تسمى مسروق وجاي لهنا.
نلاحظوا القيمة التراثية والتاريخية للقطاع الموجودة لهنا، واللي حسب معلوماتي جايبينها من دار البارون دير لونجي في سيدي بوسعيد، واللي هي دار تاريخية ودار تراثية كبيرة ومهمة برشا، وفيه قطاع من تراث البيات ومن أثاث البيات كما تشاهدوا، تواول كل حاجات معناها تاريخية ثمينة جدا، التليفون والكراسي. ونشوفوا مع بعضنا الصالون هذايا اللي هو صالون تراثي تاريخي، بلاستو ماهيش لهنا وموجود لهنا بصفة غير قانونية. نشوفوا الزيتونة ساعة من العنبر والفضة، من العنبر بليتو، ونشوفوا الصالون تاع الزدف، صالون تراثي تاريخي عنده قيمة تاريخية وأثرية. الكاميرا تحكي لكم أحدها لأنه ما بدون تعليق بصراحة وجود الحاجات لهنا، الحاجات هذية لهنا بصفة غير قانونية. نشوفوا مع بعضنا القطاع التاريخية والأثرية النادرة في هذا القصر الخاص والشخصي والرئاسي. خلي الكاميرا تحكي أكثر مني لأنه الصورة أحيانا معبرة أكثر من الكلام. نزيدوا نقدموا شوية، باقي نشوفوا في قطاع أثرية وتاريخية جاية من مختلف القصور التاريخية والأماكن التاريخية كما القصر البارون دير لونجي، فما برشا قطاع موجودة لهنا، وفما حاجات أخرى من قصور البيات. يمكن لو كان جاي معايا مختص تاريخي يفسر لكم أكثر، ولكن أنا قبل ما نسجلوا الحصة هذه عملت ريشيرش وأخذت برشا معلومات على موجود لهنا. إذن باقي موجودة القطاع الأثرية والتاريخية اللي فريمون وجودها لهنا يصدم شوية للي يعرف قيمة التاريخ وقيمة التراث وقيمة الحاجات هذه. نشوفوا الطاولة، نشوفوا النقش نتاع الطاولة والقيمة الأثرية والتاريخية الظاهرة في الطاولة، ماهيش طاولة عادية. الحاجات هذوما الناس باش يشوفوهم بعد ربما في متحف ولا في بلاصة. كملوا الجولة نتاعنا، شو نوصلوا لهنا مجموعة من الشهائد وشهائد التقدير والعالمية اللي مانحينها بعض الجمعيات العالمية، بعض المنظمات العالمية وبعض الجامعات أيضا من إيطاليا للرئيس السابق. الكلهم شهادات يعني نتاع نفاق ونتاع رياء ونتاع تملق، مجموعة من الهدايا، درع المجتمع المدني العربي، الدرع الذهبي تحت رعاية معالي الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجميع الدول العربية، ومجموعة من الحاجات والخزعبلات اللي كانت تمنح للرئيس السابق بدعوى أنه راعي حقوق الإنسان والحكيم وحكيم الدول وحكيم العالم والعظيم وراعي المرأة وغيرها من الشعارات البالية والمستهلكة والخشبية. نوصلوا لهنا، فما حاجة حلوة ياسر، النخلة هذه حاجة حلوة ياسر، نخلة من العنبر والجكروة زادة فيها فضة حلوة برشا. يعني كما تلاحظوا الرئيس السابق كان حريص ياسر ياسر باش يتلهى بالقصر نتاعو، ويظهر لي أكثر بلاصة تلهى بها في البلاد هي القصر هذايا، حط فيه كل هم وكل الولع نتاعه والغرام نتاعه بالتحف وبالحاجات الثمينة، يجمع ويلم. وفما مختص زاد إيطالي يجي ديما يقول القائل كيفاش تقع صيانة التحف ذي العدد الكبير برشا آلاف القطاع الأثرية والتحف. ثم مختص سبيسياليست إيطالي تكنيسيان في المجال نتاع صيانة التحف يجي دوريا باش يتفقد ينظف ويتفقد التحف الكل اللي موجودة لهنا، يتفقدها وللصيانة. وطبعا يتكلف غالي، ولكن الدولة هي اللي تدفع كالعادة. اللي يخدموا لهنا واللي تواجدوا لهنا يحكيوا لي على كيفاش كان الرئيس السابق مغروم ياسر ياسر بالدار نتاعو، ويعتبرها معناها من أغلى وأهم وأحب الحاجات إلى قلبه. وفما شكون قال لي أنه لو كان يتفرج في التوى في البرنامج وفي الريبورتاج على الدار نتاعو، أكثر حاجة توجعه وأقصى حكم ينجم يتسلط عليه ويعذبه هو أنه يشوف ناس أو توانسة يحوسوا في الدار نتاعو بالطريقة هذية، ويشوف الشعب التونسي يتفرج في الحاجات هذية وهو بعيد ومحروم من الدار اللي بريسك أفنى عمره باش يزينها وباش يرجلها
أكثر من مزاين وريجل وتلهاء بالبلاد وبالتوانسة وبتونس اللي هي دار الناس كل. أهلا وسهلا. إذن احنا توا في الجناح الخاص، الجناح البريفي نتاع الرئيس السابق في طابق في الطابق الاول. النمر هذا اللي كنتوا تشوفوا فيه حقيقي محنط، ماهوش بلاستيك ولا حاجه، ماهوش مفبرك. إذن احنا في الكولوار اللي تشوفوا فيه دي دريسينغ، معناها فيهم ملابس فخمه وحوايج كالعاده خاصه بالعائله او بالكوبل الرئاسي السابق، الرئيس السابق وزوجته. كالعادة نشوفه في الكولوار هذا التحف، وما أدراك ما التحف، حاجات ثمينة ياسر. المدهش في القصر هذا ماهوش الأثاث، لأنه الأثاث عادي أنه رئيس دولة يكون عنده أثاث فخم وكذا، ولكن المدهش والعجيب هو القطاع التاريخية والأثرية اللي موجودة في كل بلاصة واللي جاية من جميع الأماكن التاريخية في تونس، من قصور البيات، من قصر البارون دي لونجي، من المتاحف، ومكانها خاصة للمتاحف. شوفوا القطاع الأثرية والأثاث اللي أسف واللي من بعد نتصور أنه لجنة المصادرة ما تنجمش تبيع الحاجات هذوما، تنجمش تحطهم للبيع، يلزمهم يتوزعوا على المتاحف أو يرجعوا للأماكن اللي جاوا منها. نشوفوا الفضة، التحف نتاع الفضة اللي هما غاليين برشا. الفيترينات اللي تشوفوا فيهم قيمتهم المالية كبيرة ياسر، لأنه حاجات ثمينة جدا وتحف ثمينة جدا، ماهيش حاجات مشرية من الأسواق، ولكن بعضها أثري وعنده قيمة تاريخية وتراثية كبيرة برشا. والرئيس السابق كان مولع بالحكايات هذوما، واللي يطلبوا صيانة كبيرة ويطلبوا وقت ويطلبوا واحد مركز برشا. تشوفوا التحف بعضها مشري وجاي من مختلف أنحاء العالم وبش يتعرض للبيع، وبعضها بش يرجع للقصور والمتاحف الأثرية والتراثية. مازلنا في الكولوار نتاع الطابق الخاص، الجناح الخاص، ديما نشوفوا في حاجات جميلة جدا وأنيقة جدا. شوفوا الشجرة هذه أعوادها من الفضة وحلوة برشا، وكالعادة الفيترينات اللي هي أغلى حاجات في القصر هذا. ندخلوا نكملوا نتجولوا في الجناح الخاص توا في الحجام، ما يسمى بالحجام، انا نحب نسميه كما هو الحجام. كما نشوفوا قاعة الحلاقة الخاصة بالرئيس السابق، وابارامون حسب لي برودوي اللي موجودين ايضا ساعات تستعملها زوجته، ولكن الأغلبية يظهر لي للرئيس السابق. نشاهدوا لي برودوي، هذه قاعة الحلاقة اللي مناش باش نقفوا فيها برشا، عادي جدا أنه تتوجد الأشياء هذه، بارفان وحاجات. من هنا المدخل، هذه بيت البانو اللي باش نشوفه من بعد نعملوا عليها نظرة. ثم قاعة الحلاقة ملحقة بغرفة النوم الرئيسية، ومن هنا الدريسينج اللي باش نعملوا عليها طلة تو. أهلا وسهلا.
إذن دريسينغ وما أدراك ما دريسينغ، آلاف الكساوي اللي كان يلبسهم الرئيس السابق ويظهر فيهم ويظهر بهم ومولع جدا بالكساوي، وكساوي غاليين برشا ومن أفخر الماركات العالمية، عادي جدا أنه رئيس يهتم بالمظهر نتاعو. ولكن اللي مش عادي، عندي بعض المعلومات على الكساوي هذوما. أولا ثم ماركة إيطالية مشهورة تلبس في الرئيس السابق، كانت تلبس فيه وكانوا ياخذوا القياسات نتاعه ويطلعوا له حاجات سبيسيال، ماركة كبيرة برشا. دونك فما حسب معلوماتي الموثوقة ومن مصادر خاصة وموثوقة، ثم كسوة من كساوي الرئيس السابق التكلفة نتاعها 16، حضروا رواحكم، 16,000 دينار، يعني 16 مليون. بون حرير ابارامون الماده المصنوعه منها، وفي النقشه نتاعها ما نعرفوهاش فين الكسوه، ولكن في النقشه نتاعها مكتوبه اسمه هو. دونك الكساوي هذوما من 5 ملايين من 6 ملايين حتى ل 16,000 دينار، افخم كسوه يعني 8000، ما يقابل 8000 اورو. تشوفوا في اللي كرافات، عدد مهول من الكرافاتات، مش كان هوني احنا حلينا باب واحد، ولكن كما تلاحظوا برشا بيبان. ولكن لو 14 جانفي حسب المعلومات اللي عندي، الرئيس السابق غادر القصر هذايا من غير ما يهز معاه ولو كلاست ولو شوسيت، ما هز معاه حتى شيء من الشيء المهول اللي شفناه لهنا، لانه ما كانش مبرمج انه يمشي من غير رجوع. وتو نحكيو شويه على لو 14 جانفي اللي اغلب فصوله واغلب الوقائع نتاعو صارت لهنا في قصر سيدي الظريف. نشاهدوا الخزائن اللي موجوده فيها برشا كساوي، كما قلت لكم كساوي خاصه بالرئيس من افخم الماركات من افخم الاقمشه، دي كرافات، عدد الكرافات اللي موجود لهنا معناها ما نجمش نقدر، ولكن حسب اللي رصدوه الخبراء واللجنه نتاع المصادره يعني الاف الماركات العالمية المعروفة، يعني قيمة مادية مهولة وكبيرة برشا مشيت في أناقة الرئيس السابق. طبعا نجم نكملوا نشوفوا الدريسينغ جست نظرة، فما برشا خزائن، الخزائن هذه الكل مليانة بالحواج. نشوفوا غادي الجبايب نتاع المدام والملابس نتاعها، فوالا ماناش باش نركزوا برشا على التفاصيل هذيا، ولكن جيست باش مادام زرنا القصر نشوفوا الحاجات هذوما. هذوما جبايب نتاع المدام وبعض الحوايج اللي قاعدوا، والباقي موجود في الخزائن. وتوا باش نمشيو مع بعضنا لبيت النوم الرئيسيه نتاع الكوب الرئاسي السابق. اهلا وسهلا. إذن نحن توا في غرفة النوم الخاصة بالكوب الرئاسي السابق، الخاصة بالرئيس السابق وزوجته ليلى بن علي. كما تلاحظوا إذن الكاميرا باش تحكي أكثر مني، لأنه كل شيء نحكي عليه بالإيماج. هذه بيت النوم جميلة وفخمة، طبعا الفيو كالعادة على البحر، ديريكت على البحر الأبيض المتوسط، والإكران الكبيرة وبعض الكتب، كتب نتاع دي بروفيرب والأحاديث القدسية ظاهرة موجودة برشا في القصر. كما قلت لكم هي الكتب الدينية، القرآن الكريم كما تلاحظوا كتاب قرآن غادي، وآلة توري كتاب قرآن إلكتروني غادي زادة. ولا أسماء الله الحسنى، وين تشوف القرآن، القرآن موجود في الكتب وفي الجدران وفي الكادر. ولا خلي لكم الكاميرات تحكي لكم على شنو موجود في الغرفة هذه. We'll be right back.
إذن هذا جزء آخر من قصر سيدي الظريف الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. هذه البيسين كوفير كما تشوفوا، بيسين كوفير مانيش باش نحكي برشا، ما فماش حاجة خاصة، تنجم الكاميرا تحكي لكم وتوريكم شنو موجود، جست باش تعرفوا جزء من التاريخ، من تاريخ الرئيس السابق اللي هو كان جزء من تاريخ تونس. هذه البيسين كوفيرت في من هنا تمشي للثمة جامع المسجد الخاص، المسجد الخاص بالرئيس والعائلة نتاعو، باش نشوفوه مع بعضنا من بعد، سال دو سبور، وباش نشوفوا زاد الحمام الخاص، وفما كلينيك ما عادش موجود للأسف، ما عادش موجود لأنه تم نقله إلى المستشفيات العمومية، ماناش باش نشوفوه، لكن باش نشوفوا الحمام والمسجد الخاص. تفضلوا معنا. احنا توا في المسجد، المسجد الخاص بعائلة الرئيس السابق، مسجد موجود في قصر سيدي الظريف، طبعا جزء من قصر سيدي الظريف. الكاميرات نجم تحكي أكثر مني، تشوفوا في برشا كتب قرآن، برشا كادوات جايين من السعودية تحديدا، من الخليج، الكعبة الشريفة كما تشوفوا، في برشا مواقع كما الكادو هذا الحجر الأسود والكعبة الشريفة، كادو ظهر، كادو فخم وقيم، وكتب قرآن وكتب دينية ومظاهر التدين والتقوى موجودة في هذا المسجد الصغير. تعرفوا أو ربما تعرفوا أنه القصر هذا كان في بلاصته ولي صالح، هو سيدي بن نور، وقع اقتلاعه من البلاصة هذية، وقع محو الأثار نتاعه لبناء هذا القصر في واحد من أحسن الأمكنة في تونس. وهذا مسجد خاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، كما نشوفوا الكتيبة اللي موجودة في لهنا، أعدلوا هو أقرب للتقوى، أعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كان طبقت الآية هذه، رانا تونس راهي في وضع آخر، والرئيس السابق في وضع آخر غير الوضع التعيس اللي هو موجود فيه توا، ولكن مجرد كلام مكتوب، قرآن مكتوب ولكن لم يطبق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العظيم.
إذن نوصل توا الجزء آخر من القصر، سال دو سبور. هذه سال دو سبور المخصصة للرئيس السابق والعائلة نتاعو. سال دو سبور كاملة تقريبا، فيها التجهيزات الكل، وكالعادة الإكران موجودة في كل بلاصة، إكران كبيرة. طبعا هذوما لي ماشين نتاع هذه نتاع المساج، لي ماشين نتاع سبور، ولكن أيضا فما آلة خاصة لهنا، آلة مخصصة للسيدة الأولى السابقة ليلى بن علي، مخصصة للرجيم باش تذوب الشحومات والشحت والشفت وللرشاقة، آلة نتاع الرشاقة. هذه آلة اللي هذه الكل ماهوش مهم بقدر ما قيمتها المالية مهمة ياسر، لأنها غالية برشا. كالعادة الحاجات هذوما الكل باش يتحطوا للبيع، باش تحطهم وزارة المالية، وزارة أملاك الدولة، لجنة المصادرة، باش تحطهم للبيع في المزادات العلنية. تشوفوا الماكينة، أيضا هذه ماكينة نتاع رشاقة للتضعيف وكل شيء. وتعرفوا زوجة الرئيس السابق كانت مهتمة بالأمور هذه الجمالية والجسدية، رغم أنه ما يظهرش عليها تستعمل في الماكينة هذه. ومن سال دو سبور ندخلوا للحمام. ما أدراك ما الحمام؟ هذا ثم حمام خاص في قصر سيدي الظريف، حمام خاص بالعائلة. وقت يظهر لهم باش يعملوا حمام، فما حمام بيان إيكيبي عصري مودرن كامل، معناها واسع وفيه كل شيء. هذه الصالة نتاع الراحة، بعد ما واحد ما يعمل حمام يتمد لهنا بالبشكير والمناشف وكذا، يتمد غادي. ومن بعد باش نشوفوا مع بعضنا الحمام الداخل، ثم سونا، ثم بيت السخون، ثم لدويش، ثم كل شيء اللي تعرفوه على الحمام، ولكنه حمام فاخر وفخم وفيه تجهيزات فخمة جدا. أهلا وسهلا بكم في جزء آخر من قصر سيدي الظريف الخاص بالرئيس السابق. احنا توا في الكوجينة، مانيش باش نركز برشا على الكوجينة، باش نخلي الكاميرا تحكي لكم وتوريكم التفاصيل بالصور والمشاهد، ولكن فما مشهد مؤثر ومعبر جدا نحب نوريه لكم، ثم نخلي الكاميرا تحكي الباقي. المشهد هذا هو مشهد اليومية، اليومية اللي وقف معها تاريخ زين عبدين بن علي في تونس، وتاريخ فترة وعهد زين عبدين بن علي، تاريخ 7 نوفمبر، وقف نهار 14 جانفي، والتاريخ وقف لهنا، واليومية مازالت موجودة كما هي. فما حاجة نسيتها حبيت نحكي لكم عليها زادة على الكوجينة، موجودة في الكوجينة، هي عدد لكاميرا. فما بريسك 5 كاميرا موجودين في المساحة الصغيرة هذه المحدودة، اللي يخدم لهنا واللي يشتغل لهنا وكأنه في ستار أكاديمي، مراقب كل حركة، كل جيست، كل حاجة، كل استهلاك، مراقب باللي 5 كاميرا، واللي 5 كاميرا مربوطين باللي زيكرون اللي موجودين في القصر الكل. يعني الرئيس السابق يشوف شنو يقع في الكوجينة، وين ما هو موجود في أي بلاصة موجود في القصر، ينجم يشوف شنو حركات وسكنات العمال نتاع الكوجينة. وفوالا، معناها حاجة غير عادية أنه فما 5 كاميرا في مساحة صغيرة كما هذه باش يراقبوا كل شيء موجود في الكوجينة، خاصة أنه مغروم ياسر بالكوجينة وبالماكلة العربي وكذا. فوالا، احنا نحكيوكم على التفاصيل هذه لأنها هوامش تعتبر هوامش، ولكنها مهمة باش نوريه القصر، ونوريه العيشة والحياة كيفاش كانت تصير فيه، وكيفاش كانت تتم، وكيفاش كانت الأمور تجرى لهنا.
قصر كان مجهول، كان غامض، كان مسكر، واليوم اكتشفناه وكشفنا كل شيء فيه بأدق أسراره وتفاصيله، ونخليكم تشوفوا الباقي. إذن احنا توا في جناح حليمة. حليمة هي بنت الرئيس السابق، بنته صغيرة. طبعا هذا جناح خاص مستقل شوية على المنزل القصر الرئيسي نتاع الرئيس السابق والعائلة نتاعو، جناح فخم مهيئ باش تكمل تعيش فيه وتعرس فيه. كما نشوفوا دخلنا توا للصاله الرئيسيه، الصاله الكبيره نتاع الجناح نتاع حليمه. اونتر بارونتيز باش نعطيكم فكره حسب المعلومات اللي عرفتها من خلال الناس اللي كانوا يخدموا لهنا ومصادر اخرى، انه حليمه وذا واقع وكلمه حق، برشا عباد لهنا يحبوها من الناس اللي يخدموا لهنا والخدامه، هذا لاحظت وديجا بهتني شويه، يحبوها برشا ويعتبروها من الطف افراد العائله على عكس امها وعلى عكس بعض افراد العائله الاخرين. هي الاكثر لطف والاكثر تواضع مع العمال الموجودين لهنا، والاكثر معناها تفهم وتعامل، يعني تعامل لطيف معهم. اذا هذا الصالون نتاعها، وغادي فما ايكرون تاع بروجيكتور، معناها تاع بروجيكسيون تاع افلام وسينما وكل شيء، صالة نتاع بروجيكسيون تنجم تولي والناس تتفرج من هنا. وهذه الصالة ما عندي ما نعلق، الكاميرا تحكي لكم جيست باش تعرفوا تفاصيل قصر سيدي الظريف بدقة، وجيست باش تعرفوا جزء من التاريخ وكيفاش كان كواليس النظام السابق، كيفاش كانت وشنو هي محتواها ومستواها. دونك لهنا زادة فما حاجة ما يلزمش ننساها، لهنا الجناح هذايا أهميته مش في الأثاث وأنه نتاع حليمة وأنه الحاجات الخاصة، ولكن زادة الجناح هذايا صارت فيه حاجات مهمة ياسر في تاريخ البلاد، التاريخ الجديد، هو أنه لو 13 جانفي الطرابلسية بيتوا لهنا، بيتتهم ليلى لهنا وجابوا لهم جريري لهنا، وبيتوهم في الجناح هذايا نتاع حليمة كلهم، أخوات ليلى وأخوتها الأغلبية نجم نقولوا عدد كبير منهم بيت لهنا لو 13 جانفي. والوقائع الحقيقية وحسب مصادر، يعني حسب شهود عيان، يعني هما بيتوا لهنا وقاموا الصباح عادي جدا يتبعوا في الأحداث، قاموا الصباح باش طلبوا الماكلة، وكل واحد شنو طلب، كريب، جاتو، يعني ما توقعوش اللي صار لو 14 جانفي. ليلى قامت الأحداث نتاع الصباح، يعني اللي يقوم الأحداث نتاع الصباح ما يتسماش متقلق والا منزعج والا مشغول برشا، قامت الحداش نتاع الصباح، في حين انه الرئيس السابق طلب من احد الفنيين لهنا، طلب منه باش يركبوا له تلافز ليزيكرون، في ديما ليزيكرون يتبعوا، يركبوا له ليزيكرون في قصر اوتيك، لانه باش يعديوا الويكاند هذيك بعد لو 14 جانفي في اوتيك، مبرمجين مشاو الفنيين والعمال باش يركبوا غادي ليزيكرون في قصر اوتيك، وباش يحضروا القصر باش يعدي فيه الرئيس السابق الويكاند نتاعو، يعني لو 14 جانفي صباح الدنيا داخله بعضها، فوضى كبيره في البلاد، شهداء، امن مازال يضرب في العباد، كرتوش، كل شيء، ومع ذلك الرئيس السابق يخمم في الويكاند نتاعو بعد لو 14 جانفي في اوتيك، اللي هي ما تمتش طبعا، وما كانش يتصور انه باش يسافر،
وما يرجعش، ولكن مع 11:30 نتاع الصباح او ما نعرفش الوقت ماهوش دقيق، يجي بالحسن الطرابلسي للقصر ويبداو يكتشفوا اللي منازل الطرابلسيه بدات تتحرق وتتغير المشاعر والعواطف والانفعالات، ويحسوا بخطوره الموقف، وقتها يتقرر بشويه بشويه الرحيل، ودخلوا في حاله هستيريا، وصاروا برشا وقائع من بينهم الفاليز نتاع هزت ليلى، هزت برشا حاجات، ولكن على عكس الرئيس السابق اللي ما هز حتى شيء من القصر، حوايج ومتعلقات والاورديناتور نتاعو قعدوا لهنا. الفاليز نتاع 200,000 دينار اللي قعدت لهنا للغوفرنونت مدام محجوب اللي تعرفوها بالكدا وشفتوها في الحلقه نتاع القصر الرئاسي، اللي مدتها لها ليلى الفاليز اللي قعدت، ومدام محجوب رجعتها ما خذتهاش، رجعتها للجنة المصادرة وخليتها في القصر. هذه أهم الأحداث نتاع لو 14 ولو 13 جانفي، بعض التفاصيل ربما مهمة شوية، وإحنا في الجناح نتاع حليمة اللي صارت فيه الأحداث نتاع طرابلسية. نكملوا نشوفوا ونكتشفوا الجناح نتاع حليمة. إذا نمشيو الجزء آخر من الجناح نتاع حليمة ابنة الرئيس السابق زين عبدين بن علي، جناح الخاص طبعا، مش نخلي الكاميرا تحكي لكم، فماش تعليق مهمة، خليكم تشوفوا الجناح غرفة النوم. إذن ذي جزء آخر من الجناح نتاع حليمة ابنة الرئيس السابق، الكوجينة، المطبخ كما تشوفوا مطبخ متميز فخم، فيه ديتوش نتاع ديتوش شبابية، يعني لمسات شبابية، ونخلي الكاميرا تحكي لكم الباقي باش تكتشفوا بقية قصر سيدي الظريف مع بعضنا. إذن هكذا تنتهي جولتنا في القصر الرئاسي الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في سيدي الظريف، وشفنا مع بعضنا كل تفاصيل هذا القصر، كل أركانه، كل زواياه، كل الهوامش الموجودة. تقريبا حاولنا أن نصوروا لكم تقريبا 90% من هذا القصر، لأنه مستحيل أن نصوروا لكم لديتاي، هذا انفراد تقدمه لكم قناة حنبعل لأول مرة في التلفزة التونسية، في القنوات التونسية وفي كل القنوات تشوفوا قصر سيدي الظريف بالتفاصيل، بكل تفاصيله، يعني كل الغرف نتاعو، كل الأجنحة، ثم حاجات هوامش حرصنا باش نصورهم لكم جوست باش تعرفوا التاريخ بكل تفاصيله، جوست باش تعرفوا أسرار وكواليس الفترة نتاع الرئيس السابق والعهد السابق. طبعا لاحظنا من خلال جولتنا في القصر أنه المؤتمن العدلي والفريق نتاعو وكل الفريق الساهر على الأثاث الموجود والساهر على القصر قايم بمجهود جبار جدا في الحفاظ على كل التحف وكل التفاصيل وكل الأوراق وكل الوثائق وكل الأثاث الموجود لهنا، واللي يتطلب صيانة كبيرة، واللي هو ملك الدولة التونسية وملك البلاد وملك الشعب، واللي فيه حاجات باش ترجع للمتاحف وباش ترجع للقصور التراثية، وفي حاجات باش تتباع وباش تشوفوها في المزادات العلنية قريبا. نتمنى أنه الحلقة عجبتكم بكل ما فيها من هوامش ومن حاجات مهمة ومن تفاصيل. أهلا وسهلا. إذن شفنا مع بعضنا هذه الحلقة المثيرة، اكتشفتوا قصر سيدي الظريف اللي ظل غامض وظل بعيد على الأعين، بعيد على أعين الشعب، ما يعرفوش الناس شنو يدور فيه. اليوم اكتشفنا
قصر سيدي ظريف بكله، ركن ركن وزاوية زاوية وغرفة غرفة، وطبعا بدون تعليق نخلي التعليق للسادة المشاهدين، وننتظر تعليقكم كالعادة على صفحتي الرسمية في الفيسبوك. قبل ما نفاول الحلقة هذه المثيرة، نحب مجموعة من الملاحظات حول القصر هذا اللي زرناه، من واجبنا كأعلاميين أن نبلغه. القصر هذا عنده قيمة تراثية وتاريخية كبيرة برش، مش على خاطره، مش على خاطر الأرض أو البني أو البناية أو الحيوت، ولكن المحتوى نتاع القصر، التحف والأثار والقطاع التراثية والفنية اللي موجودة فيه، هي قطاع وتحف قيمة جدا وثمينة جدا، جاءت من مختلف القصور التراثية والأثرية في تونس، فيها برشة هدايا من وزارة الثقافة في عهد بن علي الرئيس السابق، كانت تهديله في الهدايا وزارة الثقافة، والهدايا هذية ملك التراث وبالتالي ملك البلاد، كانت تهديله هدايا خاصة يستعملها الشخص ويحطها في القصر نتاعه. الهدايا هذوما يلزم ثم صعوبة كبيرة في تمييزها عن الهدايا العادية والتجارية واللي تشرات، والقصر هذية نعرفه لمحتواه مش يتباع، دونك يلزم التحف هذية والأثار هذية ترجع إلى القصور وإلى المتاحف وترجع إلى الشعب ويسترجعها الشعب، لأنها حاجات ثمينة وغالية وقيمة جدا ولا تقدر بثمن، وهذا شفناه واطلعنا عليه وحرصنا باش نصوروه بدقة شديدة ونبلغوه ونوريوه للناس باش يعرفوا، لأنه مش اللي موجود في القصر الكل مشري، فما حاجات مسروقة ومنهوبة ومهربة من الأثار والتحف الثمينة والقيمة. ثم حاجة حبيت ننوه بها أيضا، دور المؤتمن العدلي، هو دور كبير برشا المؤتمن العدلي اللي موجود غادي، يعني بذل مجهود كبير لحماية وصيانة هذه التحف والقطاع التراثية المهددة بالتلف، لأنه تحت عامل الزمن أولا وتحت عامل الرطوبة، لأنه المنطقة هذيك فيها برشا رطوبة، معدل كبير نتاع رطوبة، والرطوبة تأثر برشا على التحف هذية وعلى الأثار والقطاع الفنية اللي موجودة في القصر، واللي هي عندها عامين ما تمتش صيانتها بطريقة علمية، لأنه في عهد الرئيس السابق بن علي كان فما اختصاصي سبيسياليست يمشي بالذمة، يجي من برا إيطالي، يجي وهو فني ومختص، يجي من برا بالذمة باش يعمل الصيانة والحماية نتاع التحف هذية ويراقبها ويعاود يخرجها ويرجعها باش تقعد كما هي. اليوم فما بعد عامين ما تمتش صيانة ومراقبة هذه التحف وهذه الأثار وهذه القطاع الفنية، لأنه المؤتمن العدلي الموجود غادي ما عندوش ميزانية وما عندوش إمكانيات، ورغم ذلك بذل مجهود كبير باش يحصر التحف هذية وباش يرقمها وباش يسجلها ويدونها كلها. فما 200 ألف قطعة موجودة في قصر سيدي بوسعيد بين أثاث وبين قطاع فنية وأثرية، وأغلبها قطاع فنية وأثرية قائمة، لذلك معناها نطلب أنه تم صيانة وحماية هذه القطاع الفنية وهذه التحف، لأنها ملك البلاد وملك الشعب. إذن هذا هو، نتمنى أنكم استمتعتوا وأفادتكم هذه الحصة واكتشفتوا برشا حقائق مفيدة للذاكرة الوطنية وللتاريخ. مرحبا بكم، ونتقابلوا في حلقة أخرى من برنامج الصراحة راحة. أهلا وسهلا.